الزول في اللون نيت ما يسمع الزول مقران مرحبا اسوين بونسوار ا توتي ا توس بيان فينو. هذه هي لا فيديو الاولى نتاع اليوم الجمعه بيان سور الجمعه 29 جويليا 2022. راح الحال بزاف الساعه راهي برسك 11 غير 3 دقائق. سمحوا لي باسكو مع العمل ما يجي واحد يروح ما يجي واحد يروح لاصال دو با ينظف روحو كما قال واحد سي كوم سا. هذه هي العرق والطريق لا سيركيلاسيون هذه هي. دونك قبل هذا ما ننساش باش نقول للناس اليوم الناس راح يصليو ان شاء الله تكون صلاتكم اليوم مقبوله ان شاء الله. ان شاء الله ما نسيتوش باش تدعيو لخوتنا المسيحيين وخوتنا اليهود كيما هما يدعيو لنا نهار الحد ان شاء الله في فلاميس نتاعهم. ان شاء الله انا نتكلم مع المسلمين كيما انا المسلمين اللائكيين المسلمين الغير اللي ماهمش مدعشين كيما يقول واحد. انا انت هذو هما اللي نتكلم معاهم الباقي هذوك ما الله يسهل عليهم. قبل ما نروح للموضوع اللي راح نتكلم عليه حبيت نجاوب واحد السيد. هذا مسيو شريف مسعودي رديت لك قبيل وقلت لك دوك نجاوبك نجاوبك على لو كومونتير نتاعك اللي كتبته لي. بيان سور بيان سور يا الاخ مسعودي كما كتبت لك ما تسناش مني باش نرد على الشتائم نتاعك والسبان نتاعك. انا كيما قال واحد ما انا متادب ومتربي ما نقدرش نهبط النيفو نتاعي نهبط المستوى نتاعي باش نرد على السبان كلوسوا نتاعك نتا ولا نتا اي بشر ما نقدرش جو با. انا انسان كيما قال واحد يبعث لي شتائم ما ردش عليه رد غير على الشيء اللي كتبه. هذا السي شريف مسعودي هذا كي درت انا البارح كيف اسمه لا فيديو على صبري الارتيست حل. هو يرد عليا ما هضرش على صبري وما هضر حتى على حاجه يقول لي اول ما بدا يقول لي واش من ثقافه عندك ومن بعد يقول لي يسبني كما قلت لك يا سي هذا مسيو شريف مسعودي السبان ما ردش عليه مي رد عليك كما قلت لك انا نتفاهم الغضب نتاعك ونتفاهم هذا علاش حتى راك تسبني وعلاش راك هكذا باسكو كما قلت لك انت من احفاد الناس اللي غزات الجزائر وغزات شمال افريقيا ومن بعد كتبت لي قلت لي وين تعرفني ما نحبش نعرفك وما نحبش نتعب روحي باش نعرفك وقادر نعرفك وقادر كيما قال واحد نروح من بعيد معاك لهيه بصح نتعب روحي بولين دي تو ومن بعد تولي تبكي وتولي تدير وتولي من اذا نتبع اي واحد يشتم وكذا وانا ما عادش نخرج فيني ما نتبعك ما نشوف ما نحوس عليك ما والو. مي قلت لي كيفاش تعرفني اصلا وانت كيفاش تعرفني اصلا باش تقول لي وين هي ثقافتك وين هي واش من ثقافه عندك. اذا تهضر على الثقافه نتاعنا كيما قلت لك انا الثقافه نتاعنا يا اخي العزيز هي ثقافه الامازيغ الفحوله. انا شوي ولد العرش وعندنا ثقافه نتاعنا ثقافه الامازيغ الفحوله. الامازيغ اللي راك عايش عندهم واللي راك تاكل في الغله وتسب المله هذه هي الثقافه نتاعنا وهذه هي التربيه نتاعنا احنا الامازيغ. يرد علي هذا ويقول لي وين تعرفني اصلا حتى يكون الرد هكذا على اي تربيه تتكلم وانت تطعن في دين الامه وانت واش من امه تتكلم عليها انت واش من امه تتكلم عليها
انا امه امازيغيه وما نطعن حتى في دين واحد، وعمري ما طعنت في دين واحد، لا في الدين تاعي هو الاسلام عمري ما نقدر نطعن فيه، ما نطعن في الدين تاع احبابي وصحابي واخواننا المسيحيين اللي عايشين معنا في الجزائر عمري ما نطعن فيهم، وكون خير ندافع عليهم. واش من دين شفتني انت نطعن فيه؟ واش من دين؟ اذا تكلم على الدين تاعك انت نتاع الدواعش هذاك من حقي باش نقول بلي هذا ماهوش دين ربي سبحانه وعز وجل. واذا تكلم على دين تاع ربي سبحانه وعز وجل انا ما طعنش فيه، وهذه وحده. وثانيه ماش كنت اللي تدافع على الدين تاع ربي سبحانه وعز وجل الا اذا عطاك كما قال واحد ديروغاسيون، قال لك يا هذا يا سي معك باسمك هذا شريف مسعودي ارواح انت دافع عليا، ما نضمنش كان ربي سبحانه وعز وجل يحتاجك انت ولا يحتاجني انا ندافع على الدين تاعو، ما نضمنش. دونك ما نضمنش يا سي مسعودي، ربي سبحانه ما يحتاجك لا انت لا انا، لا يحتاج واحد فوق الارض باش يدافع على الدين تاعو. دونك هذه الاولى، اذا ربي سبحانه وعز وجل خلانا نبر باش نتكلموا ماش كنت اللي راح تنجم تسكتنا، وما همش بني عمك الدواعش اللي راح يسكتونا. اوكي تقول لي من بعد تزيد تبين، شفت كيف كنت كي بعثت بعد الكومنتير تاعك فهمتك وعرفتك بلي انت من جماعه هذو الاحفاد اللي دخلوا على الجزائر باسم هذه اللي تقولوا لها انتم هذه اللي جاوا بها باسم الاسلام واحتلوا كيف يقولوا شمال افريقيا، واحتلوا الجزائر كامله واحتلوا شمال افريقيا. انت في هذا الشيء هذا انت تأيد في القتيلات وفي الذبيحات اللي ذبحهم كيف اسمه الكريمينال عقبة بن نافع والجماعة نتاعو اللي معاه اللي جاوا تحت غطاء الإسلام، اغتصبوا النساء، اغتصبوا الرجال، سرقوا الذهوبات نتاعنا نتاع الامازيغ وقتلوا الامازيغ وباعوا النساء نتاعنا في كيف اسمه كومي سكلاف. هذه كامل تسميوها انتم الفتوحات الاسلاميه، الفتوحات الاسلاميه. وحنا الامازيغ حنا ما نقولوهاش الفتوحات الاسلاميه، حنا نعيطوا لها الفتوحات الاجراميه، الفتوحات الاجراميه. خاطرش ربي سبحانه وعز وجل ياسين سعودي عمرو بلا عمر لا يقول للناس روحوا اقتلوا ناس وذبحوا ناس باش يدخلوا الدين تاعي، ما كانش منها. وربي في القران يقول خلقكم مؤمنون وخلق منكم كافرون، وروح انا ما نعرفش الدين من دا، واحد كذا تعرف الدين ها واش يقول ربي سبحانه عز وجل. واذا ربي فعلا اللي بعث الناس هادو كما تقول انت هاك تكتب هنا وقلت باللي راك انت تطعن في الدين الأمة باسم داعش الأسطوانة، اسمها تاع الفيس متهني خطاش هذه داعش الأسطوانة، قتلتوا ناس وذبحتوا ناس وتقولوا احنا خاتين وتحصلوها في سيادكم الأمنيين. أوكي هاك هنا أنت تقول الأسطوانة يعني ما كانش منها القديمة، وتقول إذا كان الذين أتوا بالإسلام غزاة فالحمد لله على نعمة هذا الغزو. راك شفت كيف راك تقول؟ الذي قطع ما نعرف واش هو وتسب ولا ما نعرف واش هو 1946 ليعود العويل ولا من جديد ولا ما على باليش واش راك تهضر، والله ما على بالي واش راك تقول. دونك انت تساند في هاد الناس هذو اللي جاوا باسم الدين قتلوا الناس وذبحوا ناس وتعيط لها انت الفتوحات الإسلامية، وانا من ضمن نقول لك انا نقول لها الفتوحات الاجراميه، خاطرش الناس اللي جاوا مجرمين. هذا عقبة بن نافع مجرم كبير، قتل الناس وذبح الناس باسم الاسلام والاسلام منه بريء. نقول لك انا علاش اش كنت تدخل في رايك انت، يعني تدير في مخك انت. ربي سبحانه عز وجل يعطي امر يقول للعرب نتاعك هذو اللي جاوا من الجزيره العربيه روحوا ان كانوا ناس ما همش ممنين بيا وقتلوهم وذبحوهم ونحيو لهم ريصانهم وقال هذا باسم في سبيل الله وباسم الدين.
نقول باللي ربي ما يقولش كيما هكا، واذا تقول يقول كيما هكا نجي نعطيك دليل واحد اخر باللي ماهوش ربي سبحانه عز وجل اللي بعث هاد المجرمين هادو. والدليل هو ان الناس هادو كي وصلوا للاندلس ومام دخلوا معاهم امازيغ، دخلوا معاهم في الحروب، وبالك الامازيغ هما اللي احتلوا الاندلس، علاش خسروا؟ جاوبني علاش خسروا؟ راح تقول لي راحوا يسكروا وراحوا يشطحوا وراحوا يديروا ما عرفوا واش هو وكذا، ومن بعد ولاو اخرين تقلبوا عليهم. لو كان جا ربي اللي سبحانه اللي بعثهم الناس هذو مؤمنين والناس هذو صح راحوا على دين الاسلام، ما كانوش يسكروا وما كانوش يروحوا يرقدوا حتى ان يوليوا الاخرين يدخلوا عليهم. وهم خسروا وانهزموا ولاو عليهم الناس بعد الامازيغ من بينهم كوسيلة، من بينهم كوسيلة والخنشلة، اللي رجع وقتل عقبة نتاعك ابن نافع نتاعك. اوكي، هذه الاولى. رب العالمين يبعث الناس ويخسر ويخسر المعركة. انا لو كان يقولوا لي دروك يا مسيو منصف، اسكو ربي اللي تحب يبعثك ربي، ولا تحب يبعثوك لي زاميريكا ولا لي روس ولا فرنسا ولا منا ولا لا، خليه يبعثني ربي. علاش؟ باسكو رب العالمين عمره ما ينهزم، وهذو الناس انهزموا، كيف تقول ربي يبعثهم؟ اسكو هذه تنجم تخمم فيها؟ هذه مليح خمم فيها طبعا، وقول راشي بهذو الناس. وتقول لك الاسطوانه نتاع الدواعش، جاوبني يا سي هذا الشريف مسعودي، جاوبني، شكون اللي ذبح 220 الف قتيل؟ شكون هو في الجزائر؟ يا هل ترى ذبحوهم لي فرونسي، ولا ذبحوهم لي زاميريكان، ولا ذبحوهم الناس اللي كيمانا، كيف اسمهم اللائكيين اللي كيمانا، ولا شكون اللي ذبحهم هذو؟ فهمني، تراك عاد راك تقول انت باللي هذه اسطوانه نتاع الدواعش عندنا في الجزائر، ما كانش. ولا كي تقول لي، ولا تحسب كي نقول لك الدواعش، انا راني نهضر لك على الدواعش تاع سوريا، ولا الدواعش نتاع العراق، لا، نهضر لك على الدواعش تاع الجزائر، نتاع الفيس، نتاع الجية، نتاع الجي اس بي سي، خاطرش لي زابيلاسيون، الاسامي، سمي روحك واش بغيت، سمي روحك اي اس، جي اس بي سي، جية، سمي جبهة النصرة، القاعدة، سمي روحك واش بغيت. بصح نفس الاسلوب ونفس كلش. والناس اللي جاوا في النهار الاول ودخلوا على الجزائر ودخلوا على شمال افريقيا وذبحوا ناس باسم الدين ومن ومنا، راهم اليوم مازالوا بني عمك هذو الدواعش يديروا كيما هما، راهم يديروا كيما هما اليوم. هاي يا سيدي، نفرضوا ربي اللي بعث الناس هذو، واش تسنى باش نروحوا دوكا ندخلوا على ليزامريكا وندخلوا على فرنسا وندخلوا على، مادام راكم نتوما اللي جيتوا باسم الاسلام وراكم تحبوا زعما تبينوا حق ربي وديروا الاسلام في العالم كامل، هاي نروحوا نديروا فتوحات درك، هاي نديروا فتوحات. شفت كيفاش؟ ما تقدرش دير فتوحات درك، خاطرش انت لو كنت تحب تتحرك يقضيو عليك نهائيا. دونك خاطرش لا فورس اللي تمشي ما فيها لا رب العالمين لا ولا ربي، حاشاه، ربي عمرو لا قال لا ليزامريكان لا العرب لا الامازيغ، ما قال حتى واحد روح اذبح ولا روح اقتل. انا نقول لك، انا عندي مخ نخمم به، كي نقرا في البيبل، في التوراة والانجيل، ونلقى باللي اقتل ولا اذبح، نقول لهم حبسوا، هذا ربي ما قالهاش، لا سامحني، لا. حتى لو باب نتاعهم هذا اللي راهم هما مدايرينه في كيف اسمه، في الفاتيكان، وانا انا وتكلمت مع اخرين وقلت لهم هذا السيد هذا ما يمثلش الدين المسيحي نهائيا، امنوا به ولا قعدوا. قال كيفاش تقول كيما؟ قلت لهم وي، هذا يمثلكم انتوما، يمثل المسيحيين اللي وطوا عليه، يمثلهم هو وي، مسح الدين المسيحي ما يمثلوش. قال كيف، وشكون يمثل الدين المسيحي؟ ايبا الدين المسيحي يمثلوا ربي سبحانه عز وجل، ولا سيدنا عيسى، ولا الانبياء هذوك يمثلوا الدين، وي سيغري. اذا هذا نتاعهم هذا لو باب بعثوا ربي، وي انا نقول بلي مثل الدين. كيف انتم ثاني علي بالحاج وجماعته هذوك كل سي سون دي كريمينال، عقبة بن نافع كل سي سون دي كريمينال. علاش يقتلوا في الناس باسم الاسلام والاسلام منهم بريء؟ فهمت يا سي مسعودي؟ ها هو الجواب اللي حبيت نعطيه لك، وطولت معاك باش نفهمك مليح. كتقول وين تعرفني، وانت وين تعرفني باش تقول لي واش من ثقافه عندك؟ قعدت معايا
تعرفني شكون انا، ما تنجم تهز حتى عينيك معايا باش يكون في عينك، كان تكون بحدايا عينيك والله ما تنجم تهز معايا. راني جاوبت دونك دوكا نروحوا ل كيفاش نقول، نروحوا للناس اللي درت شفتو قبيل تي شفتو، درت واحد لا فيديو قبيل تبعثوها لي الناس وانا هزيتها بالعنيب خاطر الناس تويت يقدروا يفاصيوها، لو كان نخليها كيما راهي الناس يقدروا يفاصيوها، مي كي نفوت نهزها واحد ما ينجم. وقالوا لي ماذا بيك تهضر على هذا الشيء هذا وكيفاش نحاربوا هذا الشيء هذا. انا خي تعرفوني يا ناس، انا عندي الصراحه وما نجمش ننافق، خاطيني التنافيق، وكي نشوف حاجه مليحه نقول مليحه، وكي نشوف حاجه مش مليحه نقول حاجه مش مليحه. شوفوا نقول لكم هذا لا فيديو اللي كنتوا اللي شفتوها ما هي الا حاجه قليله خلاص نتاع واحد مسكين ربي يهنيه على كل حال، الزوج ربي يهنيه، انا ما نطلبوش حنايا انسان خونا الزوج مع مرأة ربي يهنيهم على كل حال. سامبلومون انا نقول بلي الناس هادو ضحايا، ضحايا نتاع الدواعش اللي دوخوهم. وهاكم تشوفوا كيفاش، كيما واحد كتب لي واحد صاحبي قال لي انت هذا عرس ولا جنازة، يعني ربي ساعدنا، ربي ساعدنا، انسان عاد في العرس نتاعو ما يقدرش يفرح، ما يقدرش يجيب اوركستر، ما يقدرش يجيب الناس تشطح وتغني في عرس نتاعو، يبداها بالايات القرانيه وهذا هكا يديروا الدواعش، والدواعش بداو يمبوزيو في ارواحهم. واش غير بداو احنا عندنا في الجزائر راهم في النهايه، راهم في النهايه. البارح بعد في تيمكاد في 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 الاخر الناس اللي تفات الضو، الناس اللي ديجا التحقيق راهو يتواصل، فيهم ناس دواعش، فيهم ناس دواعش ما حبوش الفستيفال وما حبوش الناس تغني وما حبوش الناس تشطح، ما حبوش هذه كامله. لو مال اي بروفون يا ناس، لو مال اي ترو بروفون، ما نقدروش دوك نكذب عليكم ونقول لكم لازم نحاربهم وراوس، لا لا احنا انا معاكم يا جماعه، انا معاكم، انا راني نتحسبوا على الاصابع. هذا السيد هذا اللي كتب لي هذا، هذا سي معك اسمه هذا مسعودي هذا ولا ما عرف واش، هذا سي مسعودي الشريف مسعودي، انا نعترف له باللي هذا السيد هذا الشيء اللي قاله لي راهو يمثل 90% تاع الجزائر، يمثل 90% تاع الجزائر. وتكلم معايا واحد اليوم من بسكرة، تحية كبيرة إلى خواتي في بسكرة، وما باش ما ننساش برك باش ما ننساش يا جماعة، والله غير جبت بزاف الورد اليوم، هديت الورد حتى ليسكوت، جاو ليسكوت وهديت لهم الورد، وكانوا آخرين اللي قالوا لي يا ولدي أنت كيفاش خطري فات هديت الورد ومنا وحنا ما هديتناش، هذا الورد جبته بالعاني ليكم أحبابي وصحابي. نهديه لكم لهذه الليله هذه ليكم نتوما لحباباتي وصحابي وكل اللي قالوا لي راك ما هديتناش الورد، الورد غير هو ان شاء الله، وانا من عشاق الورد ليكم نتوما. والواحد الاخت الثاني البارح كتبت لي جات جديده ورده شوية، اسمك ورده كي الورد هذا، وشوية يعني فريمون حاجه مليحه مليحه، هذا ليكم نتوما نهديه لكم ليكم نتوما فوالا. دونك واحد من بسكرة من الناس اللي يتبعوا في الاخر عيط لي وتكلم معايا، كان متادب يعني الحق، يعني قبل ما يعيطليش ديريكتومون باسكو انا ما نحبش واحد يعيط لي ديريكتومون، يكتب الساعه كي نضل فاضي نقدر نتكلم معاه، وانا اللي قلت له عيط لي وهضرنا، وقال لي يا ولدي الشيء اللي راك تقول فيه صحيح، وهو رانا قال لي يامس، قال لي هو وصحابه خرجوا يقعدوا قاعدين، جاهم واحد السيد قال لهم تقعدوا منا راكم قابلتوا لي البالكون تاعي. لا حول ولا قوه الا بالله. الناس قاعدين سيدي ما بعد عليه وكذا، ومنا جا قال لهم كيفاه انتم ما تحترموش الناس تقعدوا لهنايا وتقابلوا لي البالكون. دونك راكم تشوفوا المستوى اللي رانا ليه، راكم تشوفوا المستوى. البارح ثاني واحد السيد في 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 سكيدا، في سكيدا قال لك انسان او قال لك راجل كهل يشبع شاب عشريني ضربا بسبب نظرته لزوجته. شوف يعني كيفاش عاد واحد يشوف مع واحد يجي الاخر يعطيه يضربه، كما قال واحد العنف اللفظي، العنف الجسدي،
والناس اللي تقول لي يا ولدي كيفاش نحاربوا هذا الشيء هذا، انا نقول لكم الحق ما عندي جواب، ونقول لكم باللي ما نقدروش نحاربوه. باش نقول لكم حبسوا يعني فوق ميديتي ولا لا، نقول لكم كملوا. انا ثاني ما نحبش، والناس كيما هذا السيد تاع بسكره اللي عيط لي ما دوني انكوراجمون يعني تشجيع، والناس اللي يكتبوا لي كامل حباباتي وحبابي كاملين اللي نعرفهم غير في الفيسبوك وفي اليوتيوب كيبعثوا لي يعني 90% نتاعهم عندهم نفس النظريه كيما نتاعي، باقي واحد زوج كل ساعه كيما هذا السيد هذا ومن لا غالبا ما نلومهمش. ناس كيما هذو مساكن لا غالب زي نورمالمون ما يدخلوش للاشين تاعي خلاص، باسكو هما لازم يروحوا للشان الاخرى يتبعوا فيهم بالالاف ويتبعوا فيهم منا. انا نو، انا يتبعوني ناس قلال، وكيما قال الانسان لا كاليتي لا كاليتي الي بلو ميور كو لا كونتيتي. انا ما نحبش يتبعوني الاف وهما ما فاهمين فيها والو، ما هم فاهمين فيها والو، يتبعوا لي 10 من الناس يفهموني ونفهمهم خير سيتو. دونك يا ناس كيما قلتوا لي كتبتوا لي قلتوا لي وين هو الحل، الحل هو في يد المسؤولين. المسؤولين ما يحبوش، المسؤولين بالعاني حابين يخليو الدواعش هما اللي حاكمين في البلاد باش هما يبقاو يسيطروا عليهم ويبقاو كيما قال واحد ما ينجم يعرضهم. وهذو مساكن ياكلوا بعضهم كيما قال واحد، راكم تشوفوا كيفاش هذا السيد هذا مسكين ما نعرف كيفاش حالتهم هما. هذه الخطه اللي داروها هذه الخطه الجهنميه، قال لهم ما تجوش ديروا اللحيه ونحي عليكم نحيوا كيما اسمه هذاك القميص، ولبسوا كوستيم كيما هكذا وجيب الورده سيدي وجيب كيما المخلوقه هذه مسكينه الله يكون في عونها، وهذا السيد هذا مسكين حتى هو الله يكون في عونه. مي هذه ماهيش جديده، ماهيش جديده. الناس ولات دوكا حتى في واحد ياخذ تشوفوا يعرض واحد ولات ولاو يسميوها وليمه، والله انا ما نعرفوش وليمه حنا، والله ما كنا نعرفوا. حنا نعرفوا واحد يطهر ولده ولا واحد يكون عنده عرس ولا يكون منا، قال له ولدي راك معروض للعرس لو مارياج، وكانت دار المارياج بليزانفيتاسيون يا سي، والله بليزانفيتاسيون كما قال واحد. وليزانفيتاسيون واش من انفيتاسيون؟ كولور ومكتوبه بالفرنسي وفيها كيف اسمه العروس في الكاليش وديزانفيتاسيون فلان با فلان فوزيت انفيتي باش تجي لو مارياج تاعي. هذو كل راحت ما عادش، هذه كل قضاو عليها الدواعش. اصبحت الناس حتى كي تروح يعرضوا واحد للطهور باكزومبل ولا يسميوه هما ما عرفش واش يسميوه، حتى الانسان اللي دركا ولاو راكم تشوفوا ناس يعني ما عندهم حتى علاقه بالدين وما عندهم حتى علاقه بالاسلام وما عندهم حتى علاقه، ويهضروا في واحد الهضرات يعني ما عارفين منين جابوهم. كيقول واحد دركا واحد مريض باكزومبل قال الله يشفيك، حنا واش نعرفوا؟ حنا نعرفوا واحد كي ضار واحد مريض يقول له يا ولدي ربي يجيب لك الشفاء، هذا واش نعرفوا حنا؟ دركا ولاو يقولوا له طهور، انا والله ما على باليش واش هذه الكلام تاع طهور هذه، وما على باليش منين جابوها، والله ما على بالي بها. حنا عندنا الشويه ما عندناش، ما نعرف عمرنا ما حنا نقولوا لكم في الشويه نهضروا الهضره الدارجه نتاعنا ونقولوا الله يشفيك ربي ياوي الشفاء ان شاء الله، هذا واش نقولوا حنا الشويه. مي صبحت الطهور هذه اصبحت حتى الناس دوكا كي تروح باش يدفنوا انسان يجيو باش يعظموا الاجر للناس ما يخليوهمش ما يخليوهمش، قال لا 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 هذه بدعه هذه. دونك الجزائر راهي على حافه شفره كما كيقولوا هما رايحه. واش نقول لكم يا ناس؟ غير اذا كانش برك كان ربي برك هذا ما كان سيتو، كما كان ربي سبحانه عز وجل من عنده يمنع البلاد اوترمون سي 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 من كي نقول لكم كيما هكا سافي با دير بلي راني نطيح لكم في المورال ولا ما كانش امل، ما كانش. نمشي الحاله تمشي وتتزاد، والمشكل الكبير خلاص هو المسؤولين نتاعنا ما حبوش ينعلوا الشيطان ويقول لك حنا البلاد من 62 وهي رايحه للخلا، وربي يسمح للسبعينات وربي يسمح للثمانينات وربي يسمح للتسعينات لاش تبع الارهاب. ولا درك راهي راحت خلاص البلاد ما فيها والو، كسوا اقتصاديين ولا سياسيين ولا سياسيين في الداخل ولا في الخارج، ما بقاش. نكذب عليكم انا يا جماعه لو كان نقول لكم باللي الناس اللي كتبوا لي وقالوا لي واش هو الحل نقول لكم صاي او غدوه الحل، ولا كي يروح تبون يجي الحل، والله يروح تبون ويجي واحد اخر ويجي يروح واحد اخر ويجي واحد اخر، ما دامت هذه السياسه
انتظروا كما قال واحد لا كاتاستروف في كل وقت، انتظروا لا كاتاستروف في كل وقت، جايه جايه وربي يساعدنا. ما ننساش باش ديما كما قال واحد نقول لصحابي افوتر سونتي، الناس اللي قالوا لي البارح رانا عندنا وجبنا شربنا ومنا، نقول لهم بصحتكم ان شاء الله، ويجيني بالك غدوه غير غدوه نزيد نتكلم على هاد الناس هذو اللي يقول لك كيفاش تشربوا كيفاش ديروا، وعلى هنايا بلد مسلم، ومنا نجيو ان شاء الله ونتكلموا عليهم بصحتكم. ما نطولش عليكم، نقول لكم قيم ديال هنا ان شاء الله. غدوه نرجعوا في دوتر سوجي دوتر بروبليم اللي يهموا الجزائر، واللي يهموا المجتمع، واللي يهموا مام تونس ولا المغرب احبابنا وصحابنا. تصبحوا على خير. بونسواري ا توتي ا توس.